عسلامة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. عيدكم مبارك وسنين دايمة، ورب يحييكم الأمثال وإن شاء الله بخير وصحة وعافية أنتم ومن تحبون جميعا يا رب. هذه أجواء العيد في مدينة الحمامات، هذا السوق اسمه سوق القبلة، وينصب 3 أيام من أول أيام العيد لثالث أيام العيد. يخرجوا يدوروا فيه كبار وصغار، أسعار في المتناول، حاجات مزيانة ياسر. أنا الحقيقة هبطت على أساس مش باش ناخد حد شي، باش ندور كها ونحوس. ياخي بعض خذيت حويجات مزيانين ياسر عجبوني، تنوريهم لكم في آخر الفيديو إن شاء الله. استمتعوا معايا بالمشاهد متاع الفخار، واللي يحب يجي مازالت عنده الفرصة متاع اليوم ومتاع غدوة إن شاء الله. مرحبا بكم الناس كل. والله ما كيتم كيش عايشة من المر والله. هاكي كبونا يبدو.